صباح الخير يا أهل الدار والخير. أكيد إذا عم نطل عليكم يعني في خبرية حلوة. خبرية اليوم هو أنه كتاب بيروت 360 متحف الجيب رح نطلقه هيدا السبت والأحد. كتاب عملناه بالشراكة مع معرض ألو بيروت، رح نطلقه هيدا السبت مع عرض موسيقي وقراءة لنصوص كتبتها مع الحائكات سيلين عريس، ميسا جلاد وفرح الدور ببيت بيروت السبت على 4:30 وعلى 5:30 والأحد على 4:30 و5:30. هيدا الكتاب جهد. يعني أول شيء أنا بدي حييكي نادين، صديقتي نادين توما، أهل الدار، دار أنبوز، يعني هالمكان اللي صار الراقي يلي صار بيعمل يعني نشاطات تنتظر من كتير من رواد هالمكان هيدا. بدي حيي صديقتي سيفين عريس طبعا، اللي بتبعت لك سلام خاص وكبير، وأنا كمان سلام من القلب واشتقت لها كتير. نادين يعني خلينا نذكر شوي بدار أنبوز هيك مقتطفات، يعني اللي ما كان عم يسمعنا قبل يرجع يسمعنا ويتعرف عليكم أكثر. هلا الكل ببلش بالاسم أنبوز. ليش أنبوز؟ الأنبوز هو تيمنا بستي اللي أنا بسميها مدرسة حياة، ولأهلي ولأرضي البقاع، وهي بلش ب 2006 مع سيفين عريس. كنا عم نحلم كيف المعرفة الفن والثقافة هي حق للجميع، وكيف الكتاب هو فعليا بيوصل كل هالقصص وكل هالجمال. بلشنا بال 2006 ورحلتنا مكملة، تحولت من الكتب لمعارض لجولات بنعملها بكل مناطق اللبنانية، لمؤخرا أهل الدار اللي هو صار مكان، وجنينة أهل الدار اللي هي حديقة عامة تبع فرن الشباك لعشر سنين اللي عم نهتم فيها، واللي منشكر بلديتها أنه أمنتنا عليها لأنه هي أمانة كبيرة. شو يعني عم تهتموا فيها؟ يعني أول شيء بتبلش تهتم بأرضها، الجنينة كانت تعبانة دونك عم نهتم بالأرض وبالشجر، عم نحولها كمان لجنينة معرفة. ودائما بحب نوه بشغلي لأنه أنا مغرومة باللغة العربية، أنه كلمة جنينة اللي نحن هيك بنستعملها باستخفاف هي صغر للجنة، وليك شو فهموا انه فعليا الجنة على الارض هي موجودة، نحن بننطر الجنة بعدين بس هي موجودة على الارض وهي كلها الطبيعة الجميلة. بقى نحن بدار أنبوز اول شيء لقلنا الطبيعة هي اساس معرفة وحب وجمال وذوق، بقى وعم نحولها لمكان معرفة، لمحل رح يصير فيه حفلات موسيقية، قراءات ادبية وشعرية، ورشات عمل من ما بتتخيل، يعني فعليا عم نحولها لمكان عم حقيقي. بس انت مقصرة بمطرح. بشو؟ انه هي هالمرة لو جيتي ما جايبتي لي معك أنبوز. رح اقول لك ليش؟ لانه هذيك قلت هلا يا الله بجيب أنبوز، لا هلا بنقرقش على الهواء. طب هيدا سبب اكثر لتجوا على بيت بيروت، لانه عم نضيف أنبوز طبعاً، وعم نضيف مفتقة لبيرت اللي بيعرفوا شو هي المفتقة، وعم نضيف الغزلة تبعنا اللي هي غزل البنات الابيض، كمان هو من تراث بيروت تبع الأعياد وحرش بيروت والكورنيش القديم اللي هي البارب أبابا. البارب أبابا بس مش الزهر اللي بتكون لونها بيضة وبيعملوها الطريقة القديمة، وإذا بتشوف حطينا فيديو يعني كيف بيغزلوا قديم، بقولوا غزل البنات، بسموها الغزلة. نحن عندنا مش غزل البنات، الغزلة. لأنها هي بتغزل هيك. أيوة. بيغزلوها. بقى نحن عم نطلق كتاب بيروت 360 بمعرض ألو بيروت، بمعرض ألو بيروت اللي عم بيصير بمتحف بيت بيروت اللي هو على السوديكو. نعم. الانطلاقة هي اليوم 4:30، اليوم عندنا العرض، هي الانطلاقة من 4 للـ6 اليوم. نعم. وبكرة. نعم. بيتخللها عرض موسيقي، قراءة لنصوص كتبتها. نعم. مع الموسيقيات والحقيقة. طب ليش هالقد حاطين اهتمام على هالكتاب؟ شو رح نشوف بداخل هالكتاب اللي هو حتى يعني ديزاين الكتاب بطريقة غريبة شوي ومختلفة كمان، إذا فينا أكيد نفرجي على الكاميرا. نعم. هو متحف الجيب، يعني نحن أخذنا المدينة وحطيناها بالجيبة. نعم. ليش؟ لأنه بتعرف نحن
بصراعاتنا السياسية والثقافية، منتخانق على أرض وعلى وطن، بس نحن كتير قليل اللي منعرفه عنه. بقى جينا قلنا ضمن هيدا المعرض اللي عم بيصير، دعينا مساهمين من أوجه متعددة ومداخلات متعددة، من التاريخ للجغرافيا للفنون للطبيعة، من الورد للشجر للصور القديمة، لمجموعة أمين الباشا اللي هو يعتبر الفنان البيروتي. حطيناهم كلهم بهيدا الكتاب للعبة أبجدية بيروت. حطينا 360 مداخلة. 360 لأنه في شغلتين. أول شيء 360 يوم هن الأيام الحقيقية للسنة ودورة الشمس والقمر والأرض، و360 لأنه في نص من النصوص اللي كتبتها، بس هيك رح أقرأ جملة منها، بتقول: كم هو نادر وغريب أن نشهد الشروق والغروب في مكان واحد، في مدينة واحدة. بيروت بتسكر دائرتها كل يوم جوزيف، يعني أنت بتشوف شروق الشمس من وراء جبل صنين، وبتشوف غروبها بالبحر، وبترجع بتشرق وبتغرب كل يوم. هيدا الحدث اللي نحن هيك هو 360 درجة، بيقولوا هو 360 درجة. وهذا الحدث اللي نحن منستخف فيه كتير نادر تلاقيه بمدن حول الكون كله، وعندنا إياه بهالمدينة. أنا لإلي الأساس أول شيء نوصل المعرفة للجميع، يعني هيدا الكتاب فيه سلس، فيه صحافة، فيه سلس، فيه أستاذة جامعة، فيها تسلس، فيه كوافيرة، بياع بوزة، طالب جامعة، طالب مدرسة عمره 13-15 سنة. معمول للجميع، متاح للجميع، مجاني. وأصرينا مع مديرة المعرض ألو بيروت أنه هيدا الكتاب يوزع. ليش؟ لأنه المعرفة حق للجميع، ونحن ما منكرس هيدا الحق لا بمدارسنا لا الخاصة ولا الرسمية. صحيح. لا بجامعاتنا ولا بحديثنا الثقافية اللي منقعد نتشارع فيها على أنت بتنتخب مين، بس إذا بتجي بتسأله أنت شو بتعرف عن هالمدينة، بتلاقي أنه ما بيعرف شيء، بس هو بيكون عم بيتخانق مع حدا سياسيا ولا دينيا. نحن بدنا نرجع الحديث لحقيقته ونقول نحن مش جايين من فراغ. طب هيدا 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 جهد شخصي شخصي لا أنا بالنسبة لي هذا ما كان صار لولا الجهد الجماعي. يعني أيوة، كل حدا أشخاص معينة يعني، بس أنتوا مضيتوا دار أنبوز ما في كاتب. هيدي فكرتنا، هيدي حبنا، هيدي طريقتنا لنقول أنه الحب بيترجم مش بس بالكلام بس بالفعل، وهيدا الكتاب هو فعل حب للمدينة وللبلد اللي نحن كتير كتير منعتزم. بس أنا دايما عندي سؤال لألكم، يعني أنتوا كتير يعني بتستقطبوا ناس لعندكم، بتضيفوا، بتوزعوا كتب مجانا، أنتوا تمويل دار أنبوز من وين؟ نحن فعليا من 2006 لهلأ كنا تمويل خاص ومستقل، وأصرينا على هذا الموضوع لنحافظ على استقلالية الرأي وما تكون مسيسين ولا اخدين سياسة حدا. مؤخرا مع الظروف الصعبة أكيد اللي مرقنا فيها، في عالم أنا بسميهم المحبين اللي هن زرعوا معنا، واللي إجوا فعليا بدون ما حتى نطلب، وما بدهم ينذكروا وإلا كتذكرت أسمائهم، دقوا بابنا وقالوا لنا نحن أنتوا بتمثلوا جزء من جمال هيدا البلد اللي بدنا إياه يكمل، وكرمال هيك نحن هيدي نقطة ضوء وحب عم نحطها معكم لتكملوا مسيرتكم. هيدا الكتاب أكيد هو لأنه ضمن ألو بيروت، والمعرض هو عم بيطلب من عالم منتجة إنها تخلق، اللي مولينه عندك FNF، أوكي، عندك الفريدريش نيومان فاونديشن، السفارة والسفارة السويسرية مشكورين، وأكيد دلفين اللي هي مديرة المعرض. طبعا أنتوا دايما عندكم إنجاز، دائما عندكم أعمال بتعملوها من كتب لمعارض لهيك أحداث بتجمعوا العالم مع بعضها، تكون مجتمعة دردشات إلى آخره، هو يعني فرص بتخلي اللبناني كمان يجتمع بغيره ويتعرفوا الناس على بعضها. بس هاي الكتاب أنتوا أخذ منكم اهتمام كبير وحيز كبير، ومبسوطين أنه أنجز وقدرتوا. هل قادرين أنتوا توزعوا لكل لبناني؟ هل قد في أعداد موجودة؟ لا هلأ نحن عم نبلش بعدد. أوكي. وإن شاء الله هيدا العدد يطير، لأنه نحن عم نوزعه كمان
رح نكون عم نبرم بالمدينة على بيك أب، بقى رح نكون عم نبرم بالمدينة، عم نكرس المدينة بيروت. حلمنا أنه نعمل هيك كتاب لغير مدن لبنانية، وإن شاء الله اللي عم بيسمعونا يلاقوا صدى حقيقي لقصص هالبلد الجميلة والعديدة. عم نبلش إن وزعنا 4000 نسخة 5000 نسخة اللي عاملينها هلا، نرجع عم نطبع لأنه العالم اللي قيمين على هيدا الكتاب وعلى هيدا المعرض مهتمين يشوفوه حتى باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية للأكسبات. يعني نحن لقلنا في كتير بيقولوا لي ليش بالعربي، بقول لهم في مشكلة بالسؤال لأنه مفروض يكون بالعربي ليش بغير بالإنجليزي. أنا فعليا بفكر بجمهور دار أنبوز الكتير كبير اللي موجود برا بالخارج، واللي ما بيعرف يقرأ عربي، واللي بيسألنا أنه بحب أنه هو يكون عم بيقرأ الكتاب. نعم نادين، يعني ما فاتك شيء بهالكتاب؟ يعني بعد ما خلصتي وطبعتي وشفتي وقريتي، هل لقيتي انه بعد في شيء فكره ما انوضعت عن اكيد بقى؟ اكيد بكل شيء بيطلع. بعتقد هاجس وكابوس حيالله كاتب اما فنان اما حدا بينتج، هو انه ولا مره رح يقول كل شيء عنده يقوله. نعم. ولازم يتصالح مع هيدا الشيء، وبالعكس لازم يقول انه لانه ما قلت كل شيء، يعني بعد عندي سبب عيش، وعندي سبب كمل، وعندي سبب كمل، عندي هدف قدامي بعد لازم اعمله. أكيد. شو انتم دائما بعمل مستمر ونشاط ما بيوقف؟ خلص الكتاب اليوم، في وبكره ايفنت بيبي بيروت بالسوديكو بيت التراث اللبناني. صحيح. شو نيكست ستيب؟ نيكست ستيب اللي هي حلم اخيرا عم بيتحقق، انه دار انبوس صار عنده مكان. نعم. دونك عم نفتح مكان اهل الدار. رح نعمل بجنينه اهل الدار مهرجان، تعوا قطفوا كلوا، لانه زرعنا الجنينه خضره، ورح ندعي العالم. اول شيء جنينه فرن الشباك. نعم. وهيدي كانت، يعني انا هلا انت أنا عم بعد ما خلصت البرنامج جربت تروح تجيب خضرتي منزل لعندكم؟ لا يعني بدك تنطر تقريبا لعشرين تموز. هلا نحن عم نعطيك سكوب لانه ما كنا بدنا نعلن عن هيدا الشيء. أوكي. بس حندعي العالم. نعم. حندعي العالم يجوا يحلموا بهيدي الارض الجميله، ويدوقوا خياره مثل ما كنا ناكل خياره من ايام زمان. أيوة. ونفقش الراس البندوره مع كاس العرق ورشه الملح، بقى هيدا المشروع الجديد. واهل الدار اللي هو رح يكون مختبر ثقافي فكري فني موسيقي. نعم. واللي فعليا انت قلت كلمه اساسيه جوزيف، بيجمع. نعم. نحن هالقد عم نصر على التفرقه والقسمه. نعم. ونحن في شيء كثير بيجمعنا اكثر من صحن التبوله، بس ما بنعرفه. نعم. اوكي، يعني بس رجعتوا لصحن التبوله عم تزرعوا خضره. اكيد بدك ترجع، ما هي ما فيك ما ترجع للارض، لانه. نعم. الارض هي بدايه كل شيء اصلا. لو ما نحن قدرنا نتعلم نزرع ما كان في انسان. من الالمنتس الخمسه. اكيد اكيد، والحواس الجميله. اكيد اللي بتعطينا اياها هي الارض. فاذا اليوم يلاقوكم على 4:30، اذا ممكن تعطينا المواعيد مزبوط. اليوم نحن لكينا الافتتاح من 4 to 6. نعم. العرض الموسيقي، القراءه الموسيقيه اللي عم بتصير مع سيفين عريس. نعم. وفرح قدور وميسا جلاد على 4:30 وعلى. نعم. 5:30 اليوم. نعم. السبت ببيت بيروت اللي هو على السوديكو، وبكرة الأحد كمان 4:30 و5:30. هلأ كيف بتلاقونا بالمدينة؟ هيدي مفاجأة. نعم. اليوم رح نكون على المغيب. اليوم رح تكونوا بالمدينة؟ اليوم وبكرة. اليوم على المغيب وبكرة على الصبح. نعم. بقى اللي مش قادر يجي ينضم لقلنا وكان. نعم. على البلكون عم بينشر غسيلاته، ولا قاطع بالشارع عم يعمل جوجينج بيسمعنا عم النادي. بيت هو البيت اللي باقي مثل ما هو من برا. صحيح. اللي هو مفروض يكون متحف. نعم. لذاكرة المدينة. نعم. واللي هو عم بيصير في معرض ألو بيروت، وهيدا آخر أسبوع للمعرض. اللي ما حضر المعرض يروح يحضره. نعم. لأنه كتير أساسي لقصتنا ولتاريخنا كمان. نعم. نادين ما بنشبع الحكي معك، يعطيك العافية. تحية لكل شخص بدار أنبوز عم بيقوم بأي نشاط وعم بتحققوا نشاطات حلوة وثقافية وكلها إيجابية، وأنت أصلا كلك positive vibes يعني. Thank you. شكرا جزيلا. Thank you نادين.